بمأتم حاشد ودع لبنان النجم فادي إبراهيم ووالدته إلى المثوى الأخير. الوالدة رحلت من دون أن تعلم أن نجلها قد توفي، فجرت مراسم دفنهما معا. لطالما كان فادي البطل بعيون أمه وحياتها. بعد يومين على رحيله أغلقت أم فادي التسعينية كتاب حياتها لتشيع قرب بطلة وتنتقل جنبا إلى جنب معه إلى المثوى الأخير. علاقة أم وابنه كانت تخاف عليه كتير، كانت تحبه كتير، ضلت تسأل عنه كل الوقت. فادي أصلا ما في يعني بحب كل العالم، فكيف تأمه إذا الناس كلها بحبها من كبير لصغير، فقير وغني ما بفرق. وقت توفت تيتا مبارح ما بعرف شيء من ربنا بدو يروحوا سوا. تيتا ما كان عندها مرض مزمن إنه تموت، وما عرفت تيتا إنه فادي توفى أبدا، كانت ممنوع إنه تعرف وما عرفت. تيتا عملت دبحة وضاينت يمكن 10 ساعات تتروحي وفادي. ما عرفت إنه ابنها المدلل رحل قبلها يوم الاثنين. هي اللي دخلت المستشفى الأربعة بعد هبوط بالضغط وفارقت الحياة. فجر الاثنين الفائت يوم عيد ميلاده 68 استراح أبو عمر ولحقته أم فادي بعد يومين، وكأنها كما قلت شعرت بفقدان ضلاها حبيب قلبها. علاقة فادي بأم فادي كانت نموذج لكل مين عيشهم. أصحاب فادي إبراهيم وبأيامه الحلوة والمرة بيحكوا عن أم فادي والقلب الكبير. ومبارع عشية لما نخلص العزة هون راحت كل العائلة لعندها على المستشفى، لأنه هي أولت مبارح وطي ضغطها ونقلوها على المستشفى. راحوا كل بناتها وولاد ولادها لعندها، هن وعندها توفت. ما بعرف إذا في شيء رباني يعني أمه لفادي، أنا بذكرها كتير منيح ورفقناها عمر، إنسان محبة. أمه كانت أمه حياته، كان مثل ما كان عم بيأمن أدوية لأله كان عم بيأمن أدوية لأمه بنفس الوقت، وآخر حياته عايش عندها يعني الله يرحمهم. محبو فادي وأم فادي كتار وشاركوا بوداع فنان أهم ميزة عنده، إنه كان يحب الكل. كان متفائل كتير إنه دايماً إنه هو دايماً رح يكون معنا، رح يضل معنا، وقال لي حتى يوم التكريم رح إجي وشوف الوثائق اللي حضرته عني. خسارة كبيرة للفن وللبنان ولأهله ولعائلته الفنية. الفنان القدير اللي ترك بصمة كبيرة بالدراما اللبنانية. كنت عنده أنا قبل ما فات عالسماية يعني بشي يومين، بذكر ضحكته، بذكر تفائله، بذكر مزحه. وهيك بتكون حكاية أم ووحيدة وصلت لنهايتها. بس قصة نجم اسمه فادي إبراهيم ما خلصت، ورح تكون الدراما على موعد متجدد مع حكاية أغنية أرشيف لبنان والعالم بأدوار ما بتنتسى.